تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين، وكالة اسماعيل خضير الهلوب باشرت الملاكات الهندسية والفنية وضمن برنامج تنمية الأقاليم والمشاريع المحال من قبل صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة متابعة تنفيذ مشروع الطريق الحولي الشرقي ومستشفى بسعة 50 سريرا، ومشروعي مد خطوط الماء الصالح للشرب وتصريف مياه الأمطار للشارع الرئيسي في منطقة الجبور، ومشاريع الماء في كبيبة وخزرج بسعة 200 متر مكعب في الساعة. كما عقد اجتماعا موسع في مقامية قضاء الضلوعية حضره محمد محمود معاون المحافظ لشؤون الخدمات مع مديري الدوائر الخدمية والبلديات والماء والمجاري وممثل صندوق الإعمار، خصص لتنسيق آلية تنفيذ العمل ومعالجة المعوقات مما يسهم بالإسراع بوتيرة تنفيذ المشاريع المقررة. بناء على توجيهات السيد المحافظ المحترم الشيخ اسماعيل الهلوب، اليوم قمنا بالزيارة التفقدية ومتابعة الأعمال اللي حاليا قيد التنفيذ اللي محالة من قبل المحافظة ومن قبل صندوق الإعمار. بصراحة الأعمال تجري على ما مخطط لها، وكذلك المشاريع يعني لاحظنا على يعني إنجازها يكون ضمن مواصفات فنية عالية، خاصة فيما يخص مشروع المجاري للطريق الرئيسي. هذه المشاريع هي مشاريع حيوية تخدم المواطن في قضاء الضلوعية، وكذلك تم الاتفاق مع الإدارة المحلية في مقامية الضلوعية بتفعيل المشاريع القديمة اللي متوقفة، وخاصة فيما يخص المدارس. يوجد نقص مدارس ملحوظ في قضاء الضلوعية، وكذلك اتفقنا على أن تنتخب إحدى المدارس الموجودة في قائم مقامية الضلوعية لكي تكون إحدى المدارس، يعني تكون من ضمن مدارس المتفوقين أو مدارس خاصة، لكي يعني تكون هو المعمل لإنتاج موارد بشرية. وكذلك الضلوعية هي معروف عليها بكثرة مواردها البشرية من كافة الاختصاصات. المشاريع سوف نتابعها الحين إنجازها بأحسن صورة، والمشاريع متنوعة، بعض منها مشاريع ماء اللي محالة عن طريق الصندوق، هنا مشروع مي في كبيبة وخزرج، وكذلك مشاريع المجاري اللي حاليا العمل جاري بهن عن طريق صندوق الإعمار، وكذلك تطوير الشارع الرئيسي اللي موجود سوف يستأنف العمل قريبا جدا. العمل يسير بخطة فنية واضحة، ومن المؤمل إنجازه في وقتها المحدد. اليوم كانت لنا زيارة من قبل السيد معاون محافظ شؤون الخدمات برفقته مدراء دوائر الخدمية في محافظة صلاح الدين، للاطلاع على المشاريع في قضاء الضلوعية وجدول تقدم العمل وآلية وانسياب العمل والمواصفات التنفيذ. تم مناقشة بعض المعوقات في هذا الصدد، تم الاتفاق على بعض النقاط اللي ممكن أنه تساعد في تسريع وتيرة العمل. ثمن الضيوف الكرام جهود اللجان في تنفيذ مشاريعهم، وتم الاتفاق على فقرات إن شاء الله تكون في صالح العمل وتدفع المشاريع إن شاء الله نحو الإنجاز في أقرب وقت وفي مواصفات عالية إن شاء الله تعالى. المشاريع في صندوقات الإعمار الحمد لله تمشي على وتيرة ضمن الخطط المخصصة لها ضمن جدول تقدم العمل، ولا يوجد أي انحراف. هناك بعض المعوقات اللي تحتاج إلى تذليلها من العوارض الموجودة في المشاريع، وتم الاتفاق على تذليل هذه الصعوبات لإكمال المشاريع الجاري تنفيذها الآن ضمن المدة المحددة، وإن شاء الله خلال يعني الأشهر القليلة القادمة يتم إنجازها ويتم إعلان ذلك مع الكل يعني.